يعني البعض يرى بأنه يعني تغيير أو اللجوء إلى تغيير محمد بن سلمان هو الخيار الأفضل لاستقرار السعودية والمنطقة والعالم، إذن لماذا يستقبل ابن سلمان في هذه الدول، ولماذا يغطي عليه، ما زال يحميه ترامب إذا صح التعبير؟ هناك في هذا الموضوع في الحقيقة إذا شئنا ثلاثة آراء. رأي يقود ترامب ويقوده معه نتنياهو وبكل تأكيد أتباعهم في السيسي السبسي والسيسي عفوا وبن زايد، وهو أن بن سلمان هو الركيزة الأساسية وأن رحيله أو سقوطه سيؤدي إلى كوارث، كما قال ترامب أن هذا سيكون قلق كبير لإسرائيل. هذا رأي. رأي ثاني يعتقد أنه رحيل بن سلمان وإعادة الإتيان بآخر من السعود قد يكون هو الحل لاستقرار المنطقة، وهذا الرأي تقريبا فيه أكثرية الدول الأوروبية، وفيه أيضا قطر، وفيه بعض الدول، وفيه حتى تركيا. ورأي ثالث وأنا مع هذا الرأي أن بقاء السعودية سواء ببن سلمان أو بدون بن سلمان هي كارثة، كانت كارثة منذ أن نشأت على العالم الإسلامي، وستظل كارثة ما بقيت هذه الدولة. هذه دولة مارقة، هذه دولة زورت الإسلام وتزوره وتدفع بنسخة المداخلة للفهم الإسلامي، هذه دولة تمول ثورات المضادة وتسقط الأنظمة الشرعية ومصر أحدها، هذه دولة تذبح شعوب بأكملها واليمن أحد أمثلتها، هذه دولة نحن في الجزائر قبل 26 سنة و 25 سنة يقول فهد لخالد نزار قائد الانقلاب العصا العصا العصا، وحمله بملايير الدولارات لكي يذهب في حرب قذرة. هذه دولة إذا أردنا للأمة الإسلامية أن تعود من جديد يجب أن تزول الدولة السعودية.